الخبر يقين. إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر يقين. أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جهينة. اسمع يا شايلوك، لك أن تقتص من جسم هذا الشاب رطلا من اللحم كما طلبت، لكن إياك ثم إياك أن تسفك نقطة دم واحدة من دمه. برافو عظيم، الله برافو. يعبو الفضول يعبو الفضول، انا كثير منسجمه وعم بادي اداء مسرحي، مش معقول انك هيك تقطعني. بعدين خلينا نشرح للجمهور شو عم بيصير. هذه مسرحيه تاجر البندقيه لويليام شكسبير. الموقف: استدان الشاب انطونيو مبلغا من المال من المرابي اليهودي شايلوك، وتعهد أنه إذا لم يسدد المبلغ في موعده المحدد فسيقطع المرابي اليهودي شايلوك منه رطلا من اللحم. وجاء موعد السداد، والشاب المسكين أنطونيو لم يقدر على السداد والوفاء بوعده، فقرر شايلوك اليهودي اقتطاع رطل اللحم من جسده. ورغم الإلحاح والواسطات والجهات والكفلاء والقضاة والمحامين، إلا أن شايلوك أصر على رطل اللحم. أثناء المحاكمة قفز المحامي يدافع عن الشاب. طبعا كان المحامي كتير متحمس ومتضايق من الموقف الغير إنساني، فقال له المحامي الجملة اللي كنت عم بتمرن عليها، ويلي هي: اسمع يا شايلوك، لك أن تقتص من جسم هذا الشاب رطلا من اللحم كما طلبت، لكن إياك ثم إياك أن تسفك نقطة دم واحدة من دمه. ماذا قصد شكسبير بمغزى ومعنى هذه المسرحية؟ فكروا شوي قبل ما نجاوب. شو؟ فكرتوا؟ بعتقد انه الجواب هو الاصرار على حرفية الامور يكون له احيانا جوانب سلبية، تماما مثل لما بيكون مثلا مظلوم عم بيناقش بحق بيعتبره انسانيا انه من حقه، فبتجي الاجابة حرفية القانون وبترفض هالحق. هذا الاصرار على هذه الحرفية يكون له جانب سلبي رهيب. إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين. ما سبب الثقل الذي يشكو منه زوجي يا دكتور؟ دعيني أعدها لو سمحتي. لقد ظل يشكو من ثقل في معدته مدة طويلة ولم أعرف سببا لذلك، وكلما كنت أطلب منه أن يراجع طبيبا كان يرفض. تعدها؟ لا عجب لا عجب. ماذا قلت؟ تعدها؟ لقد بلع زوجك يا سيدتي 258 جسما غريبا في معدته حتى الآن. ما
هذا؟ يا إلهي. أجل، تعالي انظري يا سيدتي، لقد بلع 16 أيقونة أو ميدالية. هنا يوجد سوارة وهذا عقد. ولو نظرت هنا لا وجدت مقصا للأظافر. ماذا؟ بلع مقص؟ وللأظافر أيضا؟ بل 4 مقصات يا سيدتي، 4 مقصات وتسعة وثلاثين شفرة. 39 شفرة. انتظري قليلا، وهناك أيضا 3 سلاسل. لا 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 لا، مستحيل. و88 قطعة نقدية، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأشكال المعدنية المختلفة الأشكال والألوان. انظري هنا في بطنه. حين يسود الركود وتقل السيولة وتضعف الأحوال الاقتصادية في مكان ما، تفسر كافة تصرفات البشر الاجتماعية على هذا الأساس الاقتصادي وتربط به حتى لو كان الإنسان مريضا. المستشفى. شو صاير؟ الله يكون بعون الناس، الحالة الاقتصادية متدهورة مع الناس. ليش متدهورة؟ الكذب أقول لك، أنا لو ظليت بالطاري أحسن. طب شو صار؟ فهمني. صور، أبوه قوم الدنيا وقعدها مشان ابنه بلع بس قرش واحد. لم أسمع ولم أقرأ بمثل هذا من قبل. لقاء بين أرسطو والخليفة المأمون؟ مستحيل، هذا لقاء لم يتم. يروي صاحب الكتاب ابن أبي يعقوب النديم، وهو بعنوان فهرست العلوم، أن أرسطو ظهر في الحلم للمأمون. ترى ماذا يمكن أن يدور بينهما؟ السلام على أمير المؤمنين المأمون. وعليكم السلام. من أنت؟ أنا أرسطو. عجيب، لقد سمعت بك ولم أعرفك من قبل. من فكر بالشيء عرفه. وما الذي أتى بك إلي يا أرسطو؟ أسمى ما في الحياة. وما هو؟ العلم، الفكر. بلغني أنك دائم التفكير بهما. نعم نعم، إن بلاد الروم تعج بالعلماء، فهل أنت مقبل على نقل علومنا؟ هذا ما أفكر به يا أرسطو. لا تتردد إذن، وانقل أسمى ما لدينا ليمتزج بأسمى ما لديكم. إنني أفكر بإرسال وفد إلى ملك الروم يطلب منه المؤلفات اليونانية الموجودة لدي، فهل سيقبل؟ إذا كان الوفد مقنعا فسيقبل.
سأبعث بالطبيب الدمشقي ابن مساوي. أصبت الاختيار. إنني أفكر بفتح منافذ أمتي وأبوابها على العالم حتى تهب علينا كل علوم الأرض. وهل ستترجم أعمالي إذن؟ لقد كلفت ابن البطريق بترجمة كتابك السماء والعالم. هذا فخر لي أيها الخليفة. كما كلفت الحجاج بن يوسف بن مطر وابن نعمة الحمصي وآخرين عديدين بترجمة معظم كتبكم. إنك خليفة حكيم، وستحظى أمتك بأسمى ما في الحياة. أسمى ما في الحياة. أسمى ما في الحياة. قالت جهينة، قالت جهينة. لما ما منحب أكل معينة يفترض فينا إن نتجنبها، أما إن نروح ونشتريها وبعدين نرميها بحجة إنه نحنا ما منحبها، فهيدا اسمه إسراف. تفضل. هي السلة. شكرا. وين يا شو؟ متأسف متأسف يا بيك، تأخرت عليك. وأنا جاي صدمت أنا وواحد، أنا وزبون يعني، بس عملنا كروكة طلع الحق عليه، مش مهم. تفضل يا بيك، هاي الموز وهي السكر. بشوفك بتقشر الموزة وبتحط عليها سكر وبترميها في الزبالة، ليش بتعمل هيك يا بيك؟ بحبش الموز بالسكر. Thank you.
أعزائي المشاهدين، رغم الدراسات التي وضعها الرسام الشهير ليوناردو ديفانشي عن الهبوط بما يشبه المظلة، وبالرغم من تجارب جاجارين في الهبوط من المنطاد على علو 1000 متر، لكن أحدا لم يجرؤ على رمي نفسه من الطائرة وهو متعلق بقطعة قماش. تخيلوا هلأ أنه نحن بشهر آب سنة 1913 مع مندوبة جهينة اللي رح تقابل الطيار. أعزائي المشاهدين، رغم الدراسات التي قام بها الرسام الشهير ليوناردو دافنشي حول الهبوط بما يشبه المظلة، ورغم التجارب التي قام بها جاجارين حول الهبوط من المنطاد على بعد 1000 متر، إلا أن أحدا لم يجرؤ حتى الآن الهبوط من الطائرة وهو يمسك بقطعة قماش. لنتخيل أننا الآن في عام 1913 ونلتقي مع الطيار الفرنسي أدولف بيغو. بونسوار مسيو بيغو. بونسوار مدام. علمنا أنك أول طيار ستقفز بالمظلة، فهل هذا صحيح؟ لا، بل ثاني طيار يا سيدتي، فلقد سبقني إلى ذلك الأمريكي ألبرت بيري، وكان ذلك عندما قفز من طائرته للمرة الأولى في الهواء طبعا عام 1912. وما الذي يدفعك للهبوط من الطائرة مثله الآن؟ إن أكثر الطيارين يا سيدتي معرضين دائما للخطر، وأنا أحاول أن أجد طريقة، أي طريقة أنقذهم من هذا الخطر في حال حدوث أي عطل في الطائرة. كم عمرك مسيو بيغو؟ عمري 24 سنة. ما نوع طائرتك؟ بليريون 1913. وما الذي تعتزم عمله بالضبط؟ حسناً، سأشرح لك جيداً. أعتزم أن أحلق بطائرتي لارتفاع 300 متر ثم أفتح باب الطائرة، أغادرها وأقفز في الهواء، ثم ذلك أفتح مظلتي وأنزل على الأرض. وفعلا طار بيغو وهبط بأول مظلة ناجحة، لكن الطيار بيغو نسي قبل أن يقفز إيقاف محرك الطائرة، فبقيت الطائرة تدور حوله فترة من الوقت، ثم تعلو وتهبط وتقترب منه حتى كادت أن تمزق المظلة. لابد أنه عاش لحظات من الرعب، وأخيرا انحدر مقدم الطائرة نحو أحد الحقول، فارتطمت الطائرة بالأرض وانفجرت، وهبط الطيار بيغو إلى الأرض سليما معافى. وبعد مدة قصيرة عاد الشاب إلى طائرة جديدة للقيام بتجربة جديدة. وفعلا أصبح بيغو هو الرائد الأول في مجال الألعاب البهلوانية الجوية، لكن للأسف مات بيغو في معركة جوية أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1915 عن عمر لا يتجاوز 26 سنة. رياضة المظلات رياضة ممتعة وشيقة، حيث تتطلب من ممارسيها اللياقة البدنية العالية وسرعة البديهة، ويقسم هذا النوع من الرياضة إلى 3 مراحل في البطولات العالمية. النوع الأول من هذه الرياضة هو قفز الدقة، ويقفز على ارتفاع لا يزيد على 1200 متر ولا ينقص أو يقل عن 800 متر، حيث يكون هناك مجال احتياطي للقافز لا يقل عن 600 متر. وهذا النوع يكون هناك للقافز هدف في منطقة القفز أو الإسقاط ضمن دائرة قطرها 50 متر، وضمن هذه الدائرة موجود هدف ضمن دائرة أصغر بكتير طبعا هي 16 سنتيمتر، وضمن هذه الدائرة موجود نقطة لا يتجاوز قطرها 5 سنتيمتر. فعلى القافز أن يلامس هذه النقطة، وتحسب النتيجة على جزء على أول جزء من أجزاء جسمه تلامس الأرض، والمسافة تحسب عليه المسافة على هذه النقطة.
وبعد هذا القفز ينفذ قفز يسمى بقفز الحركات، ويتم تنفيذ هذا القفز على ارتفاع لا يزيد عن 2200 متر ولا يقل عن 1700 متر. تؤخذ نتيجة القافز في قصر الزمن اللي بينفذ فيه الحركات ضمن 16 ثانية قبل فتح المظلة. فعلى القافز أن ينفذ حركات اللي هي يمين، يدور دورة يمين ودورة يسار وسالتة، أي قلبة خلفية بجسمه كاملة، دائرة كاملة، وينفذ يعيد تنفيذها مرة تانية يمين يسار خلفية دورة كاملة. يجب أن ينفذ هذا التمرين ضمن مجال 16 ثانية، وعلى أن يتم فتح المظلة على ارتفاع 800 متر. وبعد هذا النوع من القفز هناك قفز التشابك أو القفز الاستعراضي اللي منشوفه على شاشة التلفزيون، منشوف ينفذ هذا القفز من فريق كامل يتألف من 4 قافزين وما فوق وما وأكثر. يعني يتم تنفيذ تشكيلات، تشكيل أشكال هندسية بيكون مقررة في البطولة أو المباريات، مثل نجمة أو مثلث أو خط زيكزاك أو خط مستقيم أو معين. فهناك نتيجتين معتمدتين لهذه البطولة، هناك تنفيذ أكبر أو أكثر تشكيل ممكن، أي تمارين، يعني أكثر تشكيل أكثر تمارين ممكنة ضمن زمن معين، وهناك تنفيذ مجموعة تمارين محددة، مثلا 4 تمارين لتكون النجمة، المعين، المثلث أو الزكزاك، 4 تمارين يجب أن ينفذها القافز ضمن زمن معين. إذا غرمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين. كنت راعي وطلعني دراعي، هذا ما يقوله الرجل العصامي الذي كون لنفسه ثروة بنفسه وبدأ من لا شيء وصار شيئا هاما. في كتار بيرفضوا الرجال العصاميين اللي بيوصلوا بدراعهم. على كل حال، معنى الدراع عند الآخرين له تفسير مختلف، خلينا نشوف هالتفسير. مالك يا زلمة؟ يا عم خليني أخذ لي شوطة في البسكليت. شوطة؟ هذه البسكليت؟ هذا لواحد من الزباين. إيه هو تبون شايف؟ يا عم الله يخلي لك المدودة وخلي لي شوطة. هلا ليت الشباب يعود يوما. ألا ليت الشباب يعود يوما. ألا ليت الشباب يعود يوما. لا 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 لا. أي أنت طول عمرك طول عمرك تعرفش تركب بسكليت. ما تنسوا جهينة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة. إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين. إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين.
Thank you.